المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قد ايه الكميات اللي طرحت باشمهندس في المنافذ المختلفة من البيت؟ مساء الخير استاذ ميزو، مساء الخير على مشاهدينك الكرام. النهارده احنا بيتم ضم ضخ 7000 كرتونه من خلال منافذ وزاره التموين نزلت وزاره الزراعه، ولذلك الاحداث نزلت السوق اللي سهل صغيره بيت في الفتره الاخيره، مجرد فعاليات وزاره التموين بيضخ كميات كبيره في منافذ المجمعات الاستهلاكيه التابعه للشركه القابضه. زي ما حضرتك اشرت السعر نزل 2 جنيه و3 جنيه النهارده على طول في المزرعه، ودي وسيله كبيره. يعني لما نزل ده موضوع مهم، يعني دلوقتي لما انتم طرحتوا في المنافذ المختلفه في التموين والزراعه والداخليه السعر بره نزل قل شويه. قل شويه، وان شاء الله في امل كبير على اخر اسبوع يرجع لمعدلاته الطبيعيه من خلال ضخ كميات كبيره في المجمعات الاستهلاكيه اللي بتمثل 1600 فرع لوزاره التموين، بخلاف وزاره الزراعه، بخلاف وزاره الداخليه مجمعات الامان. فطبعا ده بيؤدي الى كميه كبيره جدا مطروحه للشيء بتناول الجميع ب 49 جنيه كرتونه، فحصل ابتزاز في السوق طبعا في سعر البيض النهارده وامبارح. سؤالي بقى هنا، يعني جزء يعني اوريدي بالسعر اللي انتوا طارحينه يعتبر اغلى من الاسعار العاديه اللي كانت زمان نتيجه ارتفاع الاسعار في العالم من سلسله الارتفاعات، لكن انا سؤالي هنا اذا في جزء من ارتفاع الاسعار يا باشمهندس له علاقه يعني ما بين المزرعه للسوبر ماركت، في جزء في هنا 10 جنيه مثلا. هو بس هم برروا الموقف اللي هم اصحاب المزارع او زياده كذا زياده في في المزرعه اصلا، كان البيت بيطلع من المزرعه بسعر غالي جدا 48 جنيه، لان هم كل يعني اللي كان المبرر بتاعهم ان نتيجه الخمس شهور كانت الكرتونه بتتباع 24 جنيه، كانت تكلفتها 34 جنيه، فكان المنتج بيخسر 10 جنيه في الكرتونه، فبيقول لك انا بعوض الخساره بتاعتي، ولكن النهارده تكلفه الكرتونه البيت بتعادل 38 جنيه، المفروض السعر العادي في السوق بتاعتها 45 جنيه 44 جنيه، وان شاء الله تم الضغط من خلال الاجتماعات المستمره بين اتحاد منتجي الدواجن ووزاره الزراعه ووزاره التموين ووزاره الزراعه، وتم النهارده طرح الكميات الكبيره جدا، وان شاء الله في خلال هذا الاسبوع هيوصل للسعر العادل وينزل الاسعار كما كانت عليه. هل بتطرحوا ايضا خضار وفاكهه وكده باسعار افضل؟ لان برضو احنا ملاحظين في بعض الارتفاعات. بعد الكاميرا النهارده ورصدت ان احنا عندنا خضار بجميع اشكاله في جميع المجمعات الاستهلاكيه في فروعنا اللي تمثل 1600 فرع من خلال الشركه المصريه والشركه العامه وشركه الاهرام وشركه النيل وشركه اسكندريه، المجمعات بتخفيضات بتصل من 20 ل 30%. ممكن هتلاقي الليمون النهارده كما تروح ب 7 جنيه والخيار ب 7 جنيه والبطاطس ب 8 باسعار جميله جدا، واسعار وخضار ذات جوده عاليه جدا ومعبأ في اطباق وحاجه عاليه جدا في قلب المجمعات باسعار تقل عن مشيلتها في الاسواق من 20 سنه. اذا بنقول للناس كلها لو انت رحت السوبر ماركت ولقيت البيض غالي او لقيت الخضار غالي او لقيت اي سعر غالي ارجع، حتى السكر ارجع للمجمعات سواء التابعه للتموين او التابعه للداخليه او التابعه لوزاره الزراعه، هتلاقي البيض وهتلاقي الفراخ كل ده باسعار اقل. اللحوم اخبارها ايه يا باشمهندس؟ اللحوم النهارده احنا طارحين اللحوم السودانيه ب 90 جنيه في المجمعات، واللحوم البرازيلي ب 70 جنيه، والدواجن ب 37 جنيه، ودي اسعار طبعا يعني اقل من مشيلاتها بتمثل 20 برضه في المية، ودي مطروحه لجميع فروع المجمعات برضه، عشان لان حضرتك يا استاذ نبيل هو وزاره التموين المتمثله في الشركه القابضه اللي هي فروعها سواء كان مجمعات هي هي رمانه الانزال الاسعار. صحيح، تقدر تحسب في السعر الوقت في اي وقت الاستقرار بترفع الاسعار، بنقدر نعمل توازن في السوق من خلال مجمعات الشركه القابضه او الشركه او وزاره الداخليه امان او مجمعات وزاره الزراعه اللي هي المنافذ بتاعتها، فبنعمل اتزان على طول، وفي تنسيق كامل جدا جدا ما بين حسب تعليمات القياده السياسيه ما بين وزاره التموين ووزاره الزراعه ووزاره الداخليه والجهات المعنيه لتوفر السلع. ده عن طريق ان احنا يكون عندنا مخزون استراتيجي لمثلا 5 اشهر قدام، بحيث ان احنا يبقى عندك المخزون ده فتقدر في اي وقت يحصل خلل في السوق ان انت تضخ السلع بكميات كبيره. طبعا زياده المخازن اللوجستيه الوقت اللي احنا عندنا مخازن عاليه جدا جدا، حاجه توجيهات سياسه قياديه وضخ مليار و800 مليون جنيه
في زياده المخزون الاستراتيجي لاي سلعه. كان الاول اي سلعه مخزون الاستراتيجي 3 شهور، النهارده اصبحنا اي سلعه اقل سلعه عندنا مخزون استراتيجي 6 شهور، ودي تعليمات القياده السياسيه. ويمكن بعد نعم النهارده وصلنا الحمد لله ل 18 شهر 24 شهر، وعندنا الرز يمكن 10 شهور ونص، وعندنا السكر 4 شهور ونص، وعندنا الفول 10 شهور ونص، يعني اقل سلعه النهارده عندنا مخزون استراتيجي كافي ل 6 شهور. نعم شكرا، بشكرك مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. ما بقاش في فكره ان انا اعمل تسعيره جبريه، ده مستحيل في اي سوق حر. الطريقه الوحيده للتدخل في الاسعار او ان انت تحاول تظبط السوق ان يكون لديك مخزون استراتيجي لفتره معينه، وده بيحتاج فلوس يا جماعه على فكره، يعني بيحتاج ان انا الماليه بتورد فلوس ان انا اقدر اشتري، ويبقى عندك مخازن تستطيع انها تخزن هذه الكميات من السلع، فيبقى عندك مخزون. أول ما يرتفع السعر نتيجة لأي سبب، نتيجة لارتفاع الأسعار في الخارج، نتيجة لتلاعب في الداخل، نتيجة لتخزين لأي حاجة، أنت كدولة بتدخل تضخ كميات من السلع، فهنا يحصل الانضباط بشكل واضح، وبيحصل هنا تراجع في الأسعار. دي الطريقة الوحيدة لضبط الأسواق. فكرة بقى إن احنا نروح ونعمل تسعيرة ونتخانق مع التجار، ده ما بيحصلش. اللي بيحصل هو اننا بنقدر نضخ في مقابل التجار في الخارج.